للأسف نحن مقبلين على كارثة بشكل أو بآخر، كارثة إنسانية أوشكت أن تظهر معالمها. هل برأيك شارك الهلال الأحمر بقتل السوريين؟ نبحث في تفاصيل القضية وتداعياتها. I think we'll see scenes similar to what we have seen in مضايا، in زبداني، in Eastern Ghouta. ما الذي يريده الروس والنظام من السيطرة على الملف الإنساني؟ In all of Syria, 13.4 million people are in need of humanitarian assistance. Alone in northwest Syria, it is 4.1 million. وهل ستصمد المنطقة أمام سيناريوهات مختلفة تهدد حياة سكان الشمال السوري؟ حرب المعابر على تلفزيون سوريا.